على كل الاحوال طبعا عايزين برضو نتكلم مع حضراتكم في مجموعه ثانيه من النقاط اكيد برضو متعلقه بالنادي الاهلي. مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب عقد اجتماع بالامس في مقر النادي بالجزيره لمناقشه العديد من الملفات المهمه اللي بتخص قطاعات النادي المختلفه خلال المرحله الحاليه. وطبعا عقب انتهاء الجلسه اتخذ المجلس القرارات التاليه: اولا تكليف الدكتور سعد شلبي القائم باعمال المدير التنفيذي بمهام التنسيق بين مجلس إدارة النادي الأهلي وشركات الأهلي الأربعة، وهي شركة الأهلي لكرة القدم وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية وشركة الأهلي للخدمات الرياضية وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي. ثانيا صرف مكافأة تعادل الحصول على ميدالية أولمبية ذهبية للاعبة جيانا فاروق الحاصلة على برونزية الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، أكيد تقديرا من مجلس إدارة النادي لإنجازها التاريخي، وبلغت قيمة هذه المكافأة 200,000 جنيه وفقا للائحة النادي الأهلي. ثالثا إسناد الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير قطاع الناشئين التي تشمل مبنى الإدارة ومبنى المدربين ومبنى قاعات المحاضرات ومبنى تغيير الملابس لإحدى الشركات الوطنية والبدء في تنفيذ هذه الأعمال فورا. طيب أنا هكمل مع حضراتكم برضو الخبر، واستهل أيضا وهقراه كده تحديدا: استهل المجلس أيضا اجتماعه بعقد جلسة مع شركة الأهلي لكرة القدم، ده كان بكامل هيئاتها، وهي طبعا شركة الأهلي لكرة القدم وشركة الأهلي المنشآت الرياضية وشركة الأهلي خدمات الرياضية. احنا عارفين إن هي مختصة واختصاصاتها مؤخرا، وقد إيه أنت بتتكلم في منظومة يعني مدروسة، لما تيجي تتكلم عن إداريا في احترافية احنا بنتكلم بجد النادي الأهلي، وده على أرض يعني الواقع. خليني بقى أروح برضو لمستهل الخبر، كانت طبعا بتضم الأستاذ ياسين منصور رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس مصطفى مراد فهمي نائب رئيس مجلس الإدارة، كابتن حسام غالي عضو بمجلس الإدارة، الأستاذ عمرو شاهين المدير التنفيذي للشركة. والأستاذ عمرو شاهين قام باستعراض خطة يعني خطة العمل للمرحلة الانتقالية القادمة للشركة، وعمرو شاهين أيضا تحدث اللي كانت مفروض تقسم على 4 مراحل، مدة كل مرحلة منهم هتكون 3 شهور. فبالتوفيق جدا، اعتقد كان اجتماع في غايه الاهميه، ولسه في طبعا تفاصيل كتيره جدا خاصه بهذا الاجتماع، لكن احنا بنتكلم ان في احترافيه تاني، يعني منظومه اداريه محترفه. هو ده، هل حضرتك هتلاقي ده في اي نادي اخر؟ القصه ان مفيش. فهي دي النقطه، وحاجه اكيد كلنا كاهلاويه بنكون فخورين بيها، ان عندك سيستم يعني محترف انت بتشتغل على اساسه. تمام. واستكمالا لبقيه التفاصيل، امبارح برضو عقب استعراض خطه العمل الخاصه بشركه الاهلي لكره القدم، مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قام بعقد جلسة مماثلة مع مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية برئاسة المهندس أيمن إسماعيل وعضوية المهندس حازم هلال والأستاذة مي سامي حافظ. وكمان قام المهندس أيمن إسماعيل باستعراض خطة عمل الشركة خلال السنة الأولى، واللي تضمنت كافة الخطوات والمهام المكلفة بيها، ما طبعا مع استكمال مجلس إدارتها بإضافة 3 كوادر جديدة لعضويتها، هم الدكتور خالد سري صيام الرئيس الأسبق للبورصة المصرية، والمهندس أحمد عبد العظيم يوسف المدير العام لشركة دار الهندسة مصر، وهي واحدة من كبرى الشركات العالمية في مجال الهندسة والتصميمات، وكمان الأستاذ محمود عبد الله الرئيس الأسبق لشركة مصر القابضة للتأمين. كمان وافق مجلس إدارة النادي خلال الجلسة اللي تم عقدها مع شركة الأهلي للمنشآت الرياضية على طرح كراسة الشروط الخاصة بحقوق تسمية الاستاد الجديد، طبعا باعتبارها واحدة من أهم الحقوق التجارية، وكمان استعرضت الشركة القطاعات الرياضية اللي بترغب في الحصول على هذه الحقوق وأهمها قطاعات الاتصالات والمشروبات الغازية والتأمين. اختتم مجلس إدارة النادي طبعا جلساته مع الشركات الثلاثة بعقد جلسة مع شركة الأهلي للخدمات الرياضية برئاسة الوزير يحيى راشد وزير السياحة الأسبق وعضوية الأستاذة سهى الترجمان والمهندسة إيمان عبد المنعم سامي. وتم خلال الجلسة دي استعراض رؤية وخطوات العمل للشركة خلال 6 شهور قادمة إن شاء الله، والهيكل التنظيمي ليها، مع تكليف الشركة بالبدء فورا بتقديم خدماتها للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وكمان لكل الفرق الجماعية على أن تستهل خدماتها بتنفيذ رحلة سفر بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال للمغرب للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس اللي هتنطلق في أغسطس الحالي. يعني مجموعة كبيرة جدا من التفاصيل، مش عايزين نطول على حضراتكم، بس يعني إيه اجتماعات مهمة بناء عليها بتتخذ قرارات مهمة جدا.